إلى الآن ما زالت الاشتباكات مستمرة في محور سلمى في جبل الأكراد. المجاهدين الآن يتصدون لمحاولات من قوات النظام التقدم لمصيف سلمى، وتحت غطاء جوي روسي الطائرات لا يغادر السماء في جبل الأكراد. إلى الآن الاشتباكات مستمرة، والمجاهدين مجاهدي الفرقة الأولى الساحلي وجيش المجاهدين الآن هم يتصدون بشراسة لقوات النظام والقوات الروسية المدججة بالمدافع الثقيلة والطيران الروسي. الآن تسمعون الرشقات من الرصاص المجاهدين وقتل النظام بالعشرات والجرحى. الله وكل الله وكل. بس هيك أنا عم جاي في الديرمي أنا هو. ماشي ماشي وكل.